اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حصه التاريخ، الاستاذ الدكتور وسيم السيسي شرف ونور الاستوديو. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ تامر. ازي حضرتك وكل ثلاث وحضرتك بخير وانت بالصحه والسلام. دكتور، واحنا بنتكلم طول الوقت عن التاريخ، مهم قوي ان احنا نتعمق كده في صفحات التاريخ وكتب التاريخ علشان نعرف حاجات كتير من اللي احنا بنسمعها النهارده، وسواء احنا او غيرنا بنرددها، الكلام ده له اصل ولا لا، الكلام ده صحيح ولا لا، عشان ما نبقاش بنردد كلام من غير اصل او يبقى زيف او اكاذيب اطلقها الاخرون. يعني واحده من المقولات المتردده وموجوده بقوه هذه الايام، وتحولت حتى من مجرد مقوله الى عقيده كامله بيتبناها الصهاينه واليهود، جمله شعب الله المختار، انهم شعب الله المختار. الجمله دي اصلها ايه؟ هما التوراة اتكتبت رغم ان هما يعني 1200 قبل الميلاد، انما التوراة نفسها اتكتبت في القرن السابع الميلادي قبل الميلاد، مش الميلادي، القرن السابع قبل الميلاد، قبل الميلاد. فكان في ملك اسمه يوشيا جمع مجموعة بقى من الكهنة اليهود وطلب منهم يعني كتابة العهد القديم أو التوراة بالذات يعني. فكتبوا بقى، من ضمن بقى أضافوا إلى نفسهم كتير، ويمكن اللي اتكلم في هذا الموضوع كتاب خطير جدا، أتمنى كل واحد صاحب فكر وكل واحد صاحب قلم، بل أتمنى أن تؤخذ منه أجزاء وتدرس في المدارس، لأن آن للحقيقة أن تعلن. الكتاب ده بقى اتنين من العلماء كتبوه، كتاب اسمه التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على اكتشافات علم الأثر. صورة الغلاف هي معانا على الشاشة، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها، رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الآثار. الاثنين علماء دول اللي يدي لكلامهم يعني مصداقية ودقة ان هما الاثنين علماء آثار. كويس. يعني عندك الرجل الأولاني اسمه إسرائيل فينكلشتاين. إسرائيل فينكلشتاين عالم آثار ورئيس قسم الآثار في جامعة تل أبيب. تمام. يهودي طبعا. طبعا. مين معاه تاني؟ واحد عالم آثار في الولايات المتحدة الأمريكية نيو هافن، والراجل ده اسمه نيل آثر سيلبرمان. كويس. برضو هما الاتنين يهود والاتنين علماء والاتنين بتوع آثار. تمام. اللي في ايدينا دلوقتي اتكتب في القرن السابع قبل الميلاد، التوراة. التوراة هم بقى مجمعين بقى كل حاجة. أي. وطبعا اللي جمعوا بقى هم في رأي الاتنين علماء دول ان يعني هي حاجات صادمة، انما انا اتمنى ان يكون في رد عليها، انما حكاية الآباء لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى آخره، حكاية الخروج الجماعي من مصر، حكاية الغزو الكنعاني إلى كنعان يشوع بن نون وإلى آخره، حكاية الملوك زي داود وسليمان. داود وسليمان لهم وجود تاريخي، ولكن في رأي العلماء دول أنهم كانوا ليس من رؤساء قبيلة، وإن الجماعة اللي هم بتوع القرن السابع قبل الميلاد أضفوا عليهم إن هم ملوك وإلى آخره، إنما لا ملوك ولا حروب زي ما ولا مدينة مهمة زي القدس ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها، إنما في رأي العالمين دول إنها أساطير مزجوها بحبة حاجات زي التنبؤات وإلى آخره، وخرجوا إلينا فأطفوا على نفسهم أنهم شعب الله المختار. مع أن بالعقل كده
يعني شعب الله المختار هم الناس اللي كان عندهم حضارة عظيمة، واللي هم وضعوا قانون الأخلاق، واللي هم عملوا معجزات علمية لغاية النهاردة الناس محتارة فيها، اللي هو المفروض المصريين القدماء، اللي هم المصريين. فيعني حين يختار الله هيختار الناس اللي هم يعني حققوا يعني الشريعة بتاعته وهي قانون الأخلاق. ده هم أول من عرفوا المصريين أن هناك حساب وثواب وجنة ونار بعد الموت، وأول من عرفوا التوحيد، وأول من عرفوا التوحيد. بينما إلى عهد السيد المسيح كان اليهود يؤمنون بأنه ليس هناك ثواب ولا عقاب ولا والكلام ده، وأن هناك أرض اسمها أرض الشيول، وهي أرض الظلمات التي تكون فيها الأرواح. فمين بقى اللي عرفوا أن هناك يعني حياة ما بعد هذه الحياة ولا دول؟ فهو يقول على نفسه اللي هو عاوز يقوله. صحيح. إنما حكاية شعب الله المختار دي طبعا هم بيضفوا على نفسهم هذا الكلام، إنما هم لا شعب الله المختار. ولو كان شعب الله المختار ما كانش يجي في العهد القديم نفسه أن الحمار يعرف قانيه والثور يعرف ما علف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف الرب إله. يا خبر أبيض، مكتوب هم اللي كاتبينها نفس الكلام ده كله، وبقى واحد لا يعرف الرب إلهه هيجي بقى يكتبوا على نفسهم شعب الله المختار مختار عليه. وارتبطت جملة شعب الله المختار بفكرة السامية، ان هم الساميين، وبالتالي ده مش بس كده، ما سكتوش على كده، ده عملوا تهمة اسمها معاداة السامية عشان محدش يقرب يفكر ينتقدهم او يختلف معاهم. هم طبعا كاتبينها على اساس ان هم يعني نوح كان له اولاد ثلاثة، له حام وسام ويافس، ومن يافس طلع الجماعة الاوروبيين، ومن حام الافارقة، ومن سام اللي هم سلالة منه موجودين. انما برضو فينكلشتاين وسيلبرمان يعني بينسف الحتة ده هي من الاول للاخر، وهناك اراء كثيرة للعلماء دول وعلماء اخرين. البعض بيقول ان هم الكنعانيين هم السكان الاصليين اللي كانوا موجودين في كنعان، وكنعان كلمة معناها الارض الواطئة. البعض بيقول ان الجماعة دول ان هم كانوا الفلاحين المهضوم حقهم وخرجوا من كنعان. دول بقى وفدوا، الجماعة دول وفدوا على الكنعانيين بعد وجود الكنعانيين بحوالي 600 سنة. أيوة. فالبعض بيرى انها يعني زي ما تقول الجماعة زي ما تقول خارجة عن القانون، وانها رجعت الى كنعان، كانت الاول على الحدود واشتغلت في الرعي، وانهم بدوا، وانهم رجعوا سواء بالتسلل السلمي او بالغزو، انما اصبحوا بعد وجود الكنعانيين بحوالي 600 سنة. تمام. فحكاية سام دي طبعا يعني السامية مش السامية وهو الاخر، انما هم اصلا يعني ما جزء من الناس اللي كانت موجودة. والبعض بيقول ان هم كانوا من شعوب البحر اللي هم جم في شعوب البحر لما هجمت رمسيس ثلاثة. ايه قصة شعوب البحر دي؟ شعوب البحر ده في عهد الملك رمسيس الثالث من كريت ومن جزر اليونان ومن يبدو ان الظروف الزراعية والاقتصادية بتاعها كان سيئة جدا، فحصلت هجرات ضخمة جدا لدرجة ان كانوا عاوزين يستوطنوا الاماكن اللي هم وصلوا اليها. كويس. وفعلا وصلوا الى ارض كنعان، وكان منهم فريق اسمه بلستي. بلستي اللي هم الفلسطينيينز اللي هم دول من شعوب البحر، الفلسطينيين دول اصلا من شعوب البحر. جم هاجموا مصر على اساس يستقروا فيها، تصدى ليهم رمسيس الثالث، وكانت حروب مريرة جدا، ولكن يعني كان من الانتصارات العظيمة لدرجة انه استطاع ان يحمي مصر من الهجمة، هجمة الجراد ده هي اللي كانت يعني شعوب من حوالينا كلها. أيوه. يعني خربوا الدنيا، حاجة كانت شبه التتار كده، التتار كانوا هم التتار فعلا يعني. فالبلسطين مجموعة منهم، البعض منهم استقر في كنعان، وكانوا جايين على اساس يستقروا في مصر موجودين فيها، لكن رمسيس منع ده. رمسيس الثالث. يعني يوشيا ده كان ملك، هو اللي
جمع العلماء وعملوا التوراة حوالي يعني من 648، هو عاش ما عاش أكثر من 39 سنة لأنه قتل. كان ملك للإسرائيليين وقتل لأنه نيكاو الثاني ده الملك بتاع الأسرة 26 طلع عشان يهاجم البابليين، وكان على رأسهم ملك قوي جدا اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر طبعا أبدا في التاريخ زمان. يوشيا انضم لنبوخذ نصر وحاول يمنع نيكاو الثاني عند مجده، فقتله نيكاو الثاني في مجده. دي اللي تسمى موجودة في التاريخ موقعة مجده. موقعة ده غير موقعة مجده بقى في الحيثيين، موقعة تانية. موقعة تانية كانت مع دي كانت في عهد تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده الأسرة الـ18. كان له موقعة خطيرة جدا اللي هي خد طريق خاص بيه لما يعني قادة الجيش قالوا ده خطر جدا والآخر قال لهم أنا، وطلع هو في مقدمة الصفوف ومشي في الطريق ده اسمه طريق عرونة. وانتصر في مجده، بس دي كان في الأسرة الـ18، إنما ده نيكاو الثاني ده في الأسرة 26 كويس في وقت يوشيا. يوشيا اللي هو الملك الإسرائيلي اللي هو معناها يعني الله الشافي، يهوى شيا يعني الله الذي يشفي يعني ده كده. طيب فكرة الصراع بقى على انه الارض دي بتاعة الاسرائيليين اللي كانوا موجودين سواء من عهد يوشيا او غيره او لا دي من عهد الفلسطينيين وهم اصل العرب، الفصل في الحكاية دي تاريخيا تتحسب ازاي؟ تاريخيا حتى من هم نفسهم في العهد القديم، ابراهام او ابراهيم لما نزل على ارض كنعان من اور الكلدانيين اصلا في العراق، وبعد كده ربنا قال له، ما كان بيخاطب ابراهيم، قال له اعطيك ارض غربتك. يعني انت غريب عن هذه الارض صح. اللي هي كنعان اللي هي فلسطين. لما جاء هنا بقى نزل من ارض غربتك، يعني انت غريب في هذه الارض، يعني مش ارضك، مش ارضك، يعني واضحه اهي صح، اعطيك ارض غربتك صح، الارض اللي انت متغرب فيها دي انا بديها لك، انا بديها لك. دليل اخر ان لما نزل مصر، والقصه طبعا اللي بتتقال دهيا، اولا انا عملت دراسه على الحته دهيا فوجدت ان لما جاء مصر كانت ساره عندها 70 سنه كويس، وطبعا يعني رعيه غنم تبقى 70 ل 80 او 85 لان طبعا الحراره والشمس والحاجات دي كلها. المهم فلما نزل مصر هو وساره، فقال لساره قولي لملك مصر، وما طبعا كاتبينها فرعون، انك اختي. فتقول الروايه ان الملك خد، مع ان في نفس العهد القديم ده برضو ان يوسف قال لاخواته تعالوا كله بعيد بعيد عن المصريين. قالوا له ليه؟ قال لهم المصريون ينظرون الى رعاة الغنم انهم ركس للمصريين. المصريين بيبصوا لرعاة الغنم ان هم نجاس، يبقى ملك مصر هيبص لرعاية غنم عندها 70 سنة. بالعقل كده يعني ما تمشيش. المهم انما طلع الملك ده نبيل جدا، لان بعد ما ربنا نزل على دماغه اللعنات مع ان ملوش ذنب لان فاكرها اخته. فقال لها في ايه؟ قالت له اصل انا زوجة ابراهيم. فجاب الراجل جاب ابراهيم فقال له ما الذي صنعت بي؟ لماذا قلت انها اختك وهي زوجتك؟ ها هي امرأتك خذها واذهب. واعطاه حمير وبغال ومش عارف ايه واتنين حراس عشان يطلعوه بره مصر. تمام. يوم ابراهيم يقول لها الحته دي القصه دي بجيبها لك عشان تعرف ان فلسطين مش بتاعته. ايوه. فهم طالعين على فلسطين، فابراهيم يقول لمراته ايه؟ اللي هي ساره دي، لاني نلت خيرا بسببك في مصر. قولي لابي مالك ملك جرار في فلسطين انك اختي. يعني فلسطين مستقره ولها ممالك ولها اسماء ملوك ولها.
سيبك من الحته بتاعت ان يعني بيقول لها قولي عشان اكسب من وراكي وكلام ايه ده كله، هننسى الحته دي. انما انا بذكر الحته دي عشان نعرف ان اسرائيل كانت قائمه، فلسطين قبل ابراهيم، فلسطين كانت قائمة. فلسطين كانت موجود. قولي لابي مالك، لابي مالك ملك جرار في فلسطين. لا. فلسطين ايه؟ يبقى فلسطين ودوله ولها ملك وحكم وشعب. وشعب بلاش كده وكده. عندك يشوع ابن نون لما حاصر أريحة الجنود بتاعه نفخوا في البوق فانهارت أسوار أريحة من مجرد الصوت بتاعة البوق. يجي بقى فينكلشتاين وسيلبرمان يقول لك بالدراسة التاريخية والأثار كنعان كلها ما كانتش المدن لها أسوار، فأسوار أريحة دي إيه؟ ثم أن في وقت يشوع بن نون كانت أريحة ليس بها مستوطنات وليس بها يعني، فمنين انت بقى جايب الكلام ده وان اسوار وقعت و و و و ده كلام سيلبرمان وفينكلشتاين. وهي معانا صور لأريحة. فلها ليس لها ولا جدران ولا حاجة. ولا جدران ولا اسوار ولا ولا مستوطنات في ذلك العصر اللي هو كان 13 قرن قبل الميلاد اللي هو بتاع يشوع ابن نون. تمام تمام. يبقى الكلام ده ملوش اصل طبعا. برضو يعني في النهايه هم بيبنوا بيحاولوا يبنوا حقائق على اكاذيب ماضيه وقعدوا يزنوا لحد ما ما هيش الناس حقائق، ده تأليف. ما هي دلوقتي يعني عند بعض الناس حقائق، لكن لما ترجع لأصلها بالنسبة لهم انما عشان كده انا بطلب من الناس انها تقرأ. صحيح. تبص تلقى يهاجم مش عارف ايه يا عم اقرأ الكلام دول اللي بيقولوا العلماء دول، ما يعني ما هوش اي كلام اكيد. بس انا الحقيقة بقى احيي اسرائيل فينكلشتاين وهو عالم اثار واستاذ في تل ابيب يونيفرسيتي ويهودي ويهودي وفي مكانه كما هو، مع ان شوف بيعمل ايه في كتابه اللي هو دون. صحيح. ده رجل يستحق التحيه. طب هل في الكتاب برضو انا قريت كده في مقتطفات ان في كلام عن لوط وابنتيه. اتكلم برضو عن الحته ده هي. طبعا القصه التوراتيه ان لوط بعد سدوم وعموره فاخد بناته وطلعوا، كان بنت كبيره وبنت صغيره، فبنات لوط اعتقدوا ان البلد كلها انتهت وما عادش فيه رجاله، فقالوا هيا بنا ناتي بنسل من ابينا. فشربوه لغايه ما فقد الوعي ونامت معاه البنت الكبيره وجابت منه ولد سموه مؤاب، اللي هم بقوا قبيله كبيره بعد كده وشعب كبير اسمه المؤابيين. وتاني يوم البنت الصغيرة سكرت أبوها وعملت نفس الحكاية وجابت ولد سمته عمون، اللي هم العمونيين أو العمونيون. سيلبرمان وفينكلشتاين بيقولوا الأصل الحكاية لو جيت للبحر الميت هتجد على غرب البحر الميت في الشمال. هي الرواية اللي حضرتك قلتها دي عن لوط وابنتيه، لوط وبناته، دي موجودة في العهد القديم، في العهد القديم مكتوبة كده. مكتوبة تمام. ان الراجل انجب من بناته كذا كذا. تمام. يجي بقى فينكلشتاين سيلبرمان قال لك لا، ده البحر الميت كان الغرب بتاعه قبيلة كبيرة قوي قوي اللي هي اسمها يزرعيل او اسرائيل. وفي الجنوب يهوذا، كانوا الاثنين يعني الى حد ما متحالفين. انما كان في خلافات كبيرة بينهم. تمام. على الشاطئ الشرقي من البحر الميت كان المؤابيين في الشمال والعمونيين في الجنوب. كويس. كان هناك بين الشرق والغرب. اسرائيل ويهوذا من ناحيه ومؤاب المؤابيين والعمونيين من ناحيه. كويس. فدول الفوا عليهم القصه بتاعت لوط وبناته عشان يقولوا لهم يا اولاد الزنا انتوا جايين من ابوكم. ده اللي قايله اسرائيل فرانكشتاين، ده فينكلشتاين وسيلبرمان كاتبينها كده. انها طبعا لا وجود لها ولا اساس لها، انما هي كانت خلافات عنيفه ما بين يزرعيل، كان اسمها يزرعيل اللي هي اسرائيل، ويهوذا من ناحيه،
والأمونيين والمؤابيين من ناحية تانية، إنما لا فيها لوط ولا فيها مش عارف. ومن دي ما تمشيش من الناحية العلمية الطبية، ده شكسبير نفسه في أحد رواياته يقول لك small amount of alcohol، كمية بسيطة من الكحول تزيد الرغبة وتأخذ الأداء. فما بالك بقى واحد يصل إلى الغيبوبة، أداء إيه ده اللي عنده؟ مفهوم. ما تمشيش علميا، ما تمشيش. فالاثنين كتاب أرجعوا الكراء إنه ده كذبة أطلقها يهوذا، يهوذا ويزرعيل علشان يوصبوا العمونيين ينسبوهم انهم اولاد زنا. مفهوم. ده في الكتاب بتاع التوراة اليهودية مكشوفة لا ده كتاب قايد، ده لازم يتقرا، ده لازم يتقرا الكتاب ده، هو خصوصا انه مترجم ترجمة رائعة يعني، وموجود يعني معروف بس هم يسألوا عليه، متاح واكيد على النت موجود كمان يعني، وموجود على النت التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقة. حكاية إسرائيل دي برضو كمان حتة مهمة قوي. لأن في لوحة النصر بتاعت مرم بتاح اللي بيقول فيها أما يسريار قضيت على بذرتها. ففراندرس بيتري مجنون عاوز يثبت كل ما جاء في العهد القديم إن له أساس في التاريخ، فراح مترجم يسريار، قال يسريار ممكن يسريير ممكن إسرائيل إسرائيل، وراح مسميها لوحة إسرائيل وهي لوحة النصر. يأذن ربنا بإن يتضح بعد كده بالدراسات إن يسريار التي قضى مرم بتاعها على بذرتها، ولا الإسرائيليين لسه موجودين يعني ما تمشيش مع قضى على بذرتها، صح، موجودين في جزر كريت واندثرت، اندثروا من هناك، وجزر اليونان، وكان هناك قبائل اسمها يسريار التي جاءت مع شعب البحر وقضى عليها مرم بتاح. مرم بتاح واللي جاء بعد منه رمسيس ثلاثة، مظبوط، موجود في الأسرة العشرين. فهنا يسريار ما يعني ما يسرعيل يعني يسريار ما كانش ليها علاقة بالإسرائيليين اللي بيدعوا دي لوحة النصر، في لوحة النصر. عشان كده لما سمعت هم اساتذه فكره ان هم طول الوقت يحولوا الحاجات لمصلحتهم لصالحهم بس ده اكاذيب. عشان كده كان احد لا ومهم قوي كمان. عارف لو حضرتك اللي كاتب الكتاب ده او انا اللي كاتبه او كده، طبيعي ان احنا نشك فينا طبعا، لكن ده شاهد من اهلها وعلماء كبار وبيشتغلوا في جامعه تل ابيب الراجل يعني ده، ورئيس قسم، الشك يعني فيهم هنا صعب جدا طبعا. ازاي بس يكونوا يكتب وبالحريه دي وما يجرالوش حاجه، دي يعني شابوزا ما بيقولوا يعني والله يعني. بس ممكن يكون قوبل برضو باكيد بانتقادات عاصفه ضروري طبعا، هجوم شديد طبعا ما فيش شك ان هجم انما يعني هجم وقوبل بانتقادات شديده. يشوع بن نون برضو ده اللي بيقول لك وقفت الشمس 24 ساعه في حربه للكنعانيين، وبرضه سيلبرمان وفينكلشتاين بيقول لك دي كلها حروب في الهواء يعني. وقف الشمس 24 ساعة؟ وقف الشمس 24 ساعة علشان يكمل حربه مع الكنعانيين. يا سلام. الأرض سرعة دورانها حوالين نفسها كام؟ 172 كيلو متر في الساعة. ودورانها حول الأرض حوالي 800 ألف كيلو متر في الساعة. لو أنا عندي كتاب اسمه كده هو وات إف، ماذا لو؟ أول حاجة جايبها فيه ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران لحظة لا يبقى فيها إنسان ولا عمران، كله انتهى. دكتور أنت بتثبت لي إيه وأنا ممكن أصدق إن في حد وقف الشمس 24 ساعة؟ موجودة في التوراة، نوقف الشمس 24 ساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وقفها 24 ساعة قال إيه؟ عشان يتم برضه جايبينها الكلام ده، عايز الدنيا منوره طول اليوم عشان يعرف يحارب برضه الجماعه دول جايبين الكلام ده. هو ده الكلام ده برضه في العهد القديم اللي اتكتب في العهد القديم، يشوع القرن السابع قبل الميلادي، ده اتكتب في القرن السابع، انما يشوع بن نون ده 1200 قبل الميلاد. لا انا بتكلم انما الكلام ده كتب في القرن السابع قبل الميلاد، القرن السابع اللي هو يا سيدي 5648، ده تاريخ يشوع اللي في عصر يوشع اللي في عصره جمع
العلماء واللي هم الكهنة بتوع رجال الدين اللي كتبوا الكلام ده هو الكل. وقال ايه؟ كتبوه من الذاكرة ومن صدور الحفيظة والناس اللي حفظوا مش عارف ايه والكلام ده كله. لازم نناقش الحاجات دي. يبقى اللي نخلص بيها دكتور حاجتين. الحاجة الاولانية انه حضرتك بتدعو الناس انها تقرأ هذا الكتاب وتعمل العقل وتقرأ طبعا الكتاب ده وغيره، واللي ما يدخلش عقلك ما تقبلوش. اللي ما يدخلش عقلك طبعا ما تقبلوش. عشان كده ابو العلاء اللي بحبه ابو العلاء المعري يقول لك، احنا قلنا في يوم عايزين نعمل حلقه عن ابو ضروري العلاء المعري، ضروري. يقول لك كذب الظن لا امام سوى العقل. كذب الظن، الظن لا امام سوى العقل. مشيرا في صبحه والمساء فاذا اطعته، سمعت كلام عقلك، انقلب الرحمه عند المسير والارساء، ترتاح. يا سلام، شوف سلام، شوف الحكمه. كذب الظن لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبحه والمساء فإذا أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء. طبعا عقلانية، مش اترك عقلك وتعالى ناقشني. صدق أبو العلاء، ودي قافت كتير من الأجيال اللي حصلت في بلادنا الشرقية والعربية ضاعت في السنوات الأخيرة. طبعا هم سلموا عقولهم لناس ملوها بأي كلام. طبعا ملوها بأي طبعًا كلام طبعًا. للأسف الشديد لا تسلم عقلك إلا لعقلك. طبعا طبعا، هو الإمام. أحسنت أحسنت وأبدعت، ربنا يخليك. شرفت ونورت دكتور وسيم. شكرا جزيلا، على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.